يس براذر. اوه السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. سلام على الحكم. حبيبي شو اخبارك؟ الله يسلمك. سولف لنا شوي. اه سولف سولف. صورنا؟ صور اي. وين ما تروح؟ اعطي اعطي اعطي. الاخ الاخ مخابرات ولا ايش؟ مخابرات ال ايش اخبارك؟ الله اخبارك. سولف لنا يا اخي ويا هذا. لا لا هنا هذا ايش؟ تكلم عليش. تكلم تكلم. تكلم عليش. كيفك أشوف... اي شيء تريد تكلم عنه؟ اليوم اليوم اشوفك مغطي وجهك. مغطي مغطي وجهي بعد. احسن. ليش؟ المقنع. المقنع المقنع. صاحبك موجود. وين هذا؟ ها؟ بس هي مقنع كثره ولا اعداء اقول لك؟ ها؟ سلم سلم على السيد. سيد مين؟ بدر الدين. بدر الدين الحوتي. عبد الملك الحوتي. الله يطول عمره هذا. كمل كمل. على كيفك على كيفك. على راحتك تكلم على راحتك. أنا عندي رسالة. أسوي لك شيء بفيديو محترم. لا أنا لا أنا ببعث رسالة للسيد القائد. القائد كمان؟ قائد. عبد الملك بدر الدين الحوتي. كفو. أسمع يا سيدي ويا تاج راسي ويا نور عيني. والله عدد والله يرفع عليك يا رب. أسمعنا يا سيد عليك بالسعودية. كفو والله. كمل. عليك بالسعودية. إذا بقيت الشعب اليمني يعيش براحة عليك بالسعودية. كفو. عليك بالأفعى هذه. قص الرأس. أربع مناطق أخذت عسير ونقران وقيزان. أخي ما حقت اليمن. ما حقت اليمن هذه. هذه فرصتك يا عبد الملك. أضرب والحديد ساخن. أمريكا متخلية عن السعوديين. غسلت الده. هذه فرصتك. أضرب اللي فاعل. دحين جاي دحين الجيش الجنوبي حتشوف. أضرب لا تبالي. الجنوبي ها؟ الجنوبي. أضرب يا عبد الملك الحوتي. ما تدخلني مع المشكلة هذا، هذا لو راح مطار ولا شيء حيمسكوه طوالي. أفتحوا مطار صنعاء يا كلاب يا أوغاد كلهم. كملت لو أكمل لك. ها؟ كمل لك بعد أكمل، دقيقتين صار. لهكذا نقول للسيد هذه فرصتك. والله يا توصل. والله يا سيد والله أنت الوحيد. أنت الوحيد اللي باليمن أشرفهم كلهم. كفو والله. أنت الوحيد. أشرفهم. الكلاب الباقيين موجودين في الرياض بفنادق الرياض. خلاص ما عاد. أنت الوحيد أشرفهم. ما عاد في الرياض. فأضرب بيد من حديد. إن كان يمني ولا سعودي. ما عاد في الرياض. أضرب ولا تبالي. أضرب الذيال الأمريكي. أضرب. ما عاد في الرياض. أو كار اللفاعي في الرياض. ما عاد في الرياض خلاص. أضرب ولا تبالي. خلاص الله يخلي عيدروس. ياك عيدروس. نار نار. هذا السيد هذا السيد. أنا عيد أشوف. معانا معانا السيد نصر الله في لبنان. اعوذ بالله. والسيد عبد الملك الحوتي. اعوذ بالله منهم. لولا الشخصين هذونا. أيوه؟ لا في فايده بالعرب ولا لهم قيامه. يعني ما شاء الله حررونك فلسطين. كيف حرروا فلسطين؟ الفلسطينيين بيحرروها. لا 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 تتكلم لا تدخل بالصوره. ما يصير ما يصير من ورا. وديك بدايه اللي بسمعك بقول كنت السفير فعلا. عندنا بدايه. هذا هذا تخش معاه. اضرب اضرب بن سلمان ابو سروالين. أضرب أبو منشار. لا إله إلا الله. لا يهمك. أضرب أضرب أضرب. أحقر منه ما في. هذا شوف على فكرة هذا ولي عهد السعودية أحقر البشر اللي قتل الرجل في داخل السفارة. يا أخي كأنه ولد أخوه. أقتل أضرب لصالح اليمن. والله يمين بالله أي لا صومال ولا يمن حتروح ولا شيء. فين حتروح؟ أنا الله يخليها بدر رايحين اليمن نازلين صنعاء. خلي يفتحوا مطار صنعاء والله نروح ونروح هناك ما ناكل القات والجلسات والأنس والسهر. خلي لي حالي. أضرب ولا تبالي يا عبد الملك. كمل. خلاص هذه رسالتي لعبد الملك. هذا سيد 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 العرب. هذا جحر قال عبد الملك. الله ولا بقهر ولا عاد تعصروا دحين. قال اسلوب مقيل مقيل وجنبه البيبسي والكوكاكولا. اتحدى يطلع يطلع وين نصر الله ماسك البلد وماسك صنعاء